نحن في القنصلية العامة الإسبانية في مدينة طنجة. تفتتح فعاليات مهرجان طلب طنجة الدورة الرابعة التي ستكون من ابتداء من اليوم حتى 2 يوليو. هذا الفضاء الجميل في قلب مدينة طنجة، هناك القنصل العام الفرنسي، القنصل العام الإسباني، أعضاء من الفرق الموسيقية التي ستكون معنا غدا، وأيضا عدة أعضاء السيد العمري من عمدة مدينة طنجة، وأيضا نائبته السيدة سعيدة شاكر، ويعني كل من رجالات المدينة. فنحن جد مسرورين لهذا الاستقبال العظيم الذي تلقيناه من الإخوانين الإسبانيين، ونحن ننتظر مجيء الشريفة العلوية للا أم كلثوم التي ستشرف هذا المحفل، ونبدأ في الفعاليات عند مجيئها. الناس اللي مولعين بالموسيقى وبالفن وبالإبداع، وبالتالي كيخرج لنا المهرجان في واحد الحلة جميلة جدا. أولا فيه استمرارية، الآن حنا في الدورة الرابعة. ثانيا فيه التنوع في البرمجة والفقرات، فيه التنوع حتى في الفضاءات ديال اللي كيكون فيها المهرجان، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا. المدينة محتاجة للفن ومحتاجة للإبداع، المواطنين ديال طنجة محتاجين لهذا الشيء. الإبداع هو كل شيء. المهرجان بشكل عام كيشجعوا الإبداع، ومهرجان بحال هذا كيشجع المبدعين باش يزيدوا يبدعوا. طنجة بفضائها، بتاريخها، بتنوعها، بحضارتها، باختلافها، باختلاف المكونات ديالها، محتاجة لكل أولادها وكل الأبناء ديالها باش يبدعوا بكل واحد في المجال ديالو. طرب طنجة جزء من هذا الخليط، جزء من هذا التنوع اللي كاين في المدينة ديال طنجة. نحن كجماعة حضرية كنديروا مجهود باش نشجعوا هاد المهرجانات، كنديروا مجهود باش نوقفوا معاهم. أنا عارفين بأنه كيعيشوا صعوبات، كل دورة هما كيعيشوا صعوبات، كنحاولوا ما أمكن باش نكونوا حاضرين معاهم باش نشجعوهم، باش نحاولوا ما أمكن نسهلوا عليهم المأمورية على الأقل في الجوانب اللي كتعلق بها. El festival Tagab Tanger es una pequeña piedra en esa montaña que entre todos queremos construir de comunicación y amistad entre ambas orillas, entre las cuatro orillas, no solo norte y sur, sino también este y oeste del Mare Nostrum. No hay nada que una más que la música, que es un lenguaje universal que todo el mundo entiende. No hay nada que una más que la cultura. Es la lengua del conocimiento, del respeto. Es la lengua que permite dejar de lado las diferencias ideológicas, de religión, culturales, de todo tipo. Y por tanto es el mejor instrumento para potenciar ese deseo de hacer que sean cada vez más próximos los pueblos que están en torno al Mediterráneo. تعرفت واحد الوقت مهرجانات، وكان واحد التطور ثقافي كبير، وكان وقع واحد التدهور، وكنلاحظوا دابا بان كاين واحد التغيير، وكاين مهرجانات اللي بانت، منهم مهرجان ديال طرب طنجة اللي عنده ارتسامات كبيرة على مدينة طنجة، واللي عنده واحد الإشعاع كبير، الموسيقى الراقية، واختلاف وتناسق ما بين الحضارات، واللي كتجي في واحد الوقت ديال
كنشاركوا مع هذا المهرجان وكنكتشفوا فيه حضارات اخرى اللي ما كناش كنعرفوها حنايا. من هنا جا الاهتمام ديالنا بهذا المهرجان حنا كجماعه. واكبتهم في العمل ديالهم الاولي ديال دونك ليديسيون لا 3ييم ايديسيون، وشفت العمل ديالهم الجاد وشفت الاقبال ديال الناس على المهرجان وشفت هنا القيمه الكبيره ديال المهرجان، وقلنا بان خصنا نشجعوا المهرجانات في مدينه طنجه. غير كيبقى اشكاليه ديال الميزانيه اللي مرصوده ان هذه المهرجانات كتبقى شويه ضعيفه، كنحاولوا ندافعوا ليها وكنتمناو كندافعوا ليها وباقي غادي ندافعوا ليها باش يكون الدعم في المستوى، واللي يكون مهرجان اكثر يتعطلوا مي غيكون الدعم غادي يكون مستوى اكثر. وكنعيشوا مع هاد الناس الظروف ديال الدعم اللي كتكون شويه صعيبه، كنحاولوا نعملوا واحد المجهود ولكن كيبقى دائما واحد المجهود اللي هو ضعيف قدام اللي مرصود داخل الجماعه قدام الميزانيه ديال الجماعه اللي كاينه حاليا. ادوني لو لا qui précède donc ces quelques journées de plaisir musical. Je le suis totalement dans l'idée que et l'Espagne et la France sont évidemment très heureuses d'accompagner cette initiative marocaine, tangéroise, qui ne sont pas exclusivement marocains. Et donc je souhaite vraiment tout le succès que cette quatrième édition mérite et qu'elle a déjà rencontré lors des trois années précédentes.